بعد كده هاي الفورمات والحاجات اللي انت بتعملها بشكل يومي في اثناء التريننج بتاعك، اللي هي زي البروسيجرز، اللي هي زي ما قلنا قبل، الكانيلات واللمبر بانكشر والانتيوبيشنز والحاجات زي دي. في كل ليفل مطلوب منك حاجات محدده، في حاجات مانداتوري، في حاجات اوبشنال زي ما قلت. في لسته بالحاجات دي موجوده في الموقع بتاع الرويال كوليج في الاسسمنت جايدنس. نمشي مثلا نشوف كيف نضيف البروسيجرز. طيب الاساس مثلا هنتكلم عنها في الحته دي من الصفحه بتاعه الرويال كوليدج اللي هي فيها الاسسمنت جايدنس. ارجع بقى فوق الصفحه عشان تشوف شكلها كيف، اللي هي دي الحته على الصفحه فيها الاسسمنت جايدنس، فيها كل التفاصيل عن الحاجات اللي انت محتاج تعمل شنو. انا هتكلم عنها بعد شويه بشيء من التفصيل، لكن عشان المختصر بتاع الحاجه دي انه الحاجات اللي هنتكلم عنها بعد شويه في الجدول ده، you can tell the assessor that you want them to do it for you in advance or you can agree with them to do it after the encounter. يعني مثلا جيت تركب كانيلا كويس وانت لسه اس اتش او وانت ريجسترار او وات ايفر في اي سيتويشن، وكان في واحد سينيور ليك موجود. السينيور ده ما بالضروره يكون كونسلتنت، ممكن يكون سينيور ريجسترار او ممكن يكون حتى نيرس براكتيشنر. شافوك ركبت الكانيلا او شافوك عملت اللمبر بانكشر، هم كانوا موجودين لسبب ما في الحته ديك، يا يعني اما انت طلبت منهم يكونوا موجودين رسمي عشان انه يعملوا لك الاسسمنت، او هم كانوا موجودين لظروف الوضع الحاصل انه هم كانوا مفترض يكونوا متواجدين وحضروا كنت بتعمل في الحاجه المعنيه. فانت ممكن من البدايه تكلمه تقول لهم يا اخوان انا دايما كنت اعمل لي الاسسمنت المعني، يعني عايزك مثلا تعمل لي اسسمنت للكانيولا دي، او عايزك تعمل لي اسسمنت لللمبر بانكشر اللي انا هعمله بعد شويه دي، او مثلا هركب امبلايكال فينس لاين دايركت تعمل لي له اسسمنت اللي هي اسمها الدوبس مثلا. دي البروسيجرز اللي بنتكلم عنها دي. او ممكن ما تكلموا من البدايه، البروسيجر انتهى واي حاجه والشخص المعني حضره معاك وشافك انت بتعمل في شنو، بعد ما ينتهي البروسيجر تقوم تقول له يا اخي والله يا اخي رايك شنو، ما ممكن تعمل لي دي دوبس ارسلها لك؟ اقول لك ايوه خلاص طبعا ارسلها. تقوم بعد كده تعمل لها لينكينج في البورتفوليو بتاعك وترسلها في ايميل حقه على اساس انه يعمل لك ساينينج اوف. الفكرة الأساسية بتاعتها إن في زول شافك، زول سينيور خبرة في الحاجة المعنية، شافك أنت عملت الحاجة دي، يكتب يقول أنت competent to perform الحاجة دي independently. الحاجة المانداتري محتاج تعملها مرة واحدة خلال الليفل كله، يعني مثلا ST1 ST2 ST3 أنت محتاج تعمل دوبس واحد بس للمبر بانكشر كويس خلال الثلاث سنين كلها، وزول يشوفك يقول أنت satisfactorily you can do it independently. بس اي حاجه تعمل ازيد من كده، يعني ممكن تعمل 500 لمبه بانكشر بعديها، you don't need to do it as DOPS بعد كده، او اللي هي directly observed procedural skill. محتاج بس تاخدها في حاجه اسمها skills log، هنتكلم عنها بعد شويه برضو، اللي هي دي بتوري انك انت بس شنو، انت خلاص في زول قال انت كويس وانت لسه مستمر في انك تبقى كويس وتبقى كويس وتبقى كويس بعديها، يعني عباره عن انت you are accumulating your experience في a procedure او السكيل المعنيه. فدي الفكره العامه بتاعت الموضوع. الكلام ده بينطبق على اي حاجه ثانيه، حتى اذا مثلا اخذت هيستوري والكونسلتنت كان موجود مثلا معاك في الورد راوند الصباح، اخذت الهيستوري من العيان، او عملت كونسلنج لبيشنت او لبيرنتس عن حاجه معينه، بعد نهايه الاسسمنت لو ما كنت طلبت من الكونسلتنت انه يعمل لك في البدايه وهو عارفك انت بتعمل فيها كاسسمنت، ممكن في النهايه تقول له إذا ما عندك مانع ممكن نعمل نستخدم السيناريو قبل شوية ده في شكل assessment، وهو هيوافق أو هي هتوافق، غالبيتهم بيوافقوا إلا من رحم ربي. طبعا في واحدين كده مرات بيتساغلوا شوية. طيب الدوبس اللي هي قلناها زي ما قلت لك، ده الجدول اللي هو بوري الحاجات المانداتوري شنو والحاجات الاوبشنال شنو. زي ما انتوا شايفين ده ليفل 1 ST1 ST2 ST3، وده ليفل 2 اللي هو ريجسترار ليفل، وده ليفل 3 اللي هو سينيور ريجسترار ليفل، او ممكن تكون في سب سبيشالتي.
هنا قال لك a minimum of one satisfactory assessment of performance for the compulsory procedures. The compulsory procedures عبارة عن أربع أو خمسة procedures اللي هي الكمبلسري في الليفل ده وفي الليفل اللي بعده. كويس. اللي هم شنو؟ موجودة في فولدر تاني هحلوها بعد شوية أفتح عليكم. اللي هما الخمسة الأساسيات المطلوبات هما اللمبر بانكشر والكانيليشن والأمبليكال فينس كانيليشن أو كاتيترايزيشن الانتيوبيشن أوف نيو بورن إنفانتس والباج أند ماسك فنتيليشن. دي الخمسة حاجات المانداتري. أي حاجة تانية غير الخمسة ديل هي عبارة عن optional procedure إذا عملتها كتر خيرك، إذا ما عملتها ما في زول بيحاسبك عليها. طيب كيف هتعمل ال assessment بتاع ال DOPS؟ زي ما قلنا كلمت الشخصية معينة إني أعمل لك الحاجة دي، بتمشي ل create again، تعمل على كليك، بتجي تختار هنا، دي بتلقاها هنا في الحتة بتاعت ال assessments NMSF. تجي تلقاها هنا هذه DOPS directly observe procedural skill، تعمل عليها كليك، هتفتح لك automatically صفحة جديدة، تختار التاريخ اللي حصلت فيه والحاجة دي اللي هي طبعا انت ممكن تكون مثلا عملتها الليلة يوم الجمعة لكن ما كنت فاضي عشان تعبيها في نفس الوقت في الايبورتفوليو بتاعك، لكن انت متذكرة، فممكن تجي تعبيها مثلا بالليل بعد ما ترجع البيت، تعبيها الصباح تاني يوم، تعبيها بعد يومين، بعد ثلاثة يوم، وقت ما تعبيها تعبيها، لكن كل ما الزمن يطول كل ما احتمال انك تنساها واحتمال الزول الاسيسر بتاعك ينساها برضو موجود. ف as early as possible انك تعملها. فبتجي تختار التاريخ اللي حصلت فيه وليس التاريخ اللي انت عبيت فيه. كويس. اوتوماتيكلي التاريخ اللي انت عبيت فيه الفورما بتسجل اوتوماتيكلي، ده ما محتاج انت تكتبه، لكن بتكتب التاريخ اللي حصلت فيه البروسيدجر. طبعا البروسيدجر بتحصل في نفس اليوم وبتنتهي في نفس اليوم، فبتحصل لك دي، بتكتب هنا التاريخ ده والتاريخ ده، نفس التاريخ هيكون. انت طبعا هنا دي الحاجات المانداتري بحطها لك عشان يذكرك بيها الخمسه ديل. all other DOPS are optional زي ما شايفين هنا كلام واضح. فهو بيسالك هنا اول ما تيجي الدوبس اللي انت داير ترسله للاسيسر دي اوبشنال ولا مانداتري، هتختار هنا الخيار بتاعك يا مانداتري. لو اخترت مانداتري اوتوماتيكلي هيفتح لك الخمسه المانداتري ديل، هتختار منهم واحده مثلا peripheral venous cannulation. كويس. عادة you have to tag it to the curriculum. طيب يعني شنو tagging to the curriculum؟ الكريكولم بتاع الرويال كوليج اللي هو فيه ال 11 دومين ديل، دي ال 11 حاجة اللي هم عايزينك تغطيها أثناء التريننج، اللي هي دي general concepts عامة عندها علاقة بالتريننج. ممكن أي حاجة أنت تعملها يوميا تغطي واحدة أو اثنين أو أكتر من الحاجات دي، اللي هي أنا هبدأ لك بالترتيب بتاع الأرقام، اللي هي professional values and behaviors, communication, procedures, patient management, health promotion, leadership and team working, patient safety, quality improvement. نمرة 9 هنا جاءت تحسية guarding. نمرة 10 education and training. عن 11 اللي هي research. واضح تماما انك لو عملت skill بتاعت procedure automatically انت you're going to link it to procedures. لما تجي تعملها لينك الى procedures انت عارف نفسك انت في level كم في training، يا اما level 1 يا اما level 2 يا اما level 3. بتجي تعمل كليك على الليفل بتاعك، وهنا ده بوريك طوالي نوع السكيل المطلوبة منك انت في الليفل ده شنو، اللي هي انك adapts clinical examination to meet the needs of the child and family, undertakes basic procedure clinical procedures, recognizes an emergency situation, knowing when and how to escalate appropriately, initiate basic life support. دي الحياة العامة اللي هم دايرينك انت تتعلمها في الليفل ده. ممكن تعمل عليها كليك وبعد كده تختار واحدة من دول، يعني مثلا دي
مربوطة بالكانيولا اللي كنا بنتكلم عنها undertakes peripheral venous cannulation. خلاص دي كده اتربطت معاها، انتهينا من الموضوع ده. تمشي طوال الايه النقطة اللي بعديها اللي هي الريفلكشن. دي بالمناسبة إضافة جديدة ما كانت موجودة قبل كده، اللي هي المطلوب منك إنك تعمل شوية ريفلكشن عن الـ عن الـ عن الإيفنت. يعني أنت مثلا في أثناء بتعمل في الكانيولا أنا شايفك كان بيكورك واحتجت لنفرين ثلاثة عشان يمسكوه كده، تعمل كومنت على الديفيكالتي بتاع السيتويشن عموما اللي أنت كنت واقع فيها. فبتكتب عن الريفلكشن بتاعك عن الموضوع ده اللي هي عندك الفيو بتاعك عن الشيء اللي حصل أثناء البروسيدر بتاعتك. بعد كده بتجي زي ما قلنا تاني الشخص المفروض يعبي لك الفورمة دي، فأنت اللي هو ده زور الحضر معاك طبعا، اللي هو لازم يكون واحد من الناس في الليست الموجودة هنا دي زي ما انتوا شايفينها، عمل لها هايلايتنج انا، ديل هم الناس المسموح لهم يعملوا لك اسسمنت. فتكتب انت زي ما قلت واحد منهم مثلا، انا هستخدم اسم واحد من الشباب اللي معانا مثلا، او ما حتى بالضروره تكتب اسم كامل مثلا، بيبدا يظهر لك اسماء الناس اللي هم ظاهرين انت تكون عارف الزول العمل لك ده منه. مثلا هيلين، هيلين اي شخصية اسمها هيلين هتظهر لك في البداية دي كده كويس. محمد، اي شخصية اسمها محمد في الاي بورتفوليو بتظهر لك. فانت لازم تختار الشخصية الصحيحة. طبعا بعد ينتهي منه في خيارين، يا اما ترسل لهم في الايميل بتعمل كليك على send to assessor. الخيار الثاني انك تعبيها لك immediately after the procedure اللي هي بتختار fill on the same device، ودي ما قاعدين نستعملها كثير لانه عادة ما بكون في زمن انك تعمل في الحاجة دي at the same time، الا الكلام ده لو حصل مثلا في كلينيك وفي ample time you can use it. اذا عملت على كليك يس هتفتح لك فورمة تانية جديدة اللي هي الفورمة اللي بيعبيها الكونسلتنت او السينيور اللي هيعمل لك الاسسمنت، واللي هي دي نفس الحاجات اللي هتجيه في الايميل لو انت رسلتها بالكليك التاني بتاعت send to assessor. هما هيعبي المعلومات دي كلها عنك وبيعمل لك شنو submission وبرسل لك. لو عملت send to assessor اوتوماتيكلي بتمشي للشخصية اللي انت اخترتها، وبعد كده تظهر له هو في الاي بورتفوليو بتاعه انه فلان رسل لك الحاجة الفلانية عشان تفل دوبس. أول ما يعبيها بتجيك رايعة تاني أوتوماتيكلي، وحتظهر لك وين هنا في النوتيفيكيشنز بتاعتك إنك أنت محتاج تعمل عليها كومنت تاني في آخر، إنك أنت يعني خلاص أخدت الكومنتس بتاعته واستفدت منها، وإنك المرة الجاية هتحاول تحسن من نفسك في البروسيدجر المعنية دي كيف. إذا حابب مثلا تسجل البروسيدجر وما ترسله في نفس اللحظة للشخصية المعنية لأنك مثلا ما عندك زمن بس عايز تحفظها عشان ما تروح منك ولا كده، ممكن تحفظها وتعمل لها save as draft. زي ما قلنا قبل الدرافتس أنت الوحيد اللي بتقدر تشوفها، ومن حقك تعمل لها delete at any point وما فيها مشكلة. فممكن تعمل لها save as draft بتظهر في الايبورتفوليو بتاعك في التايم لاين في شكل درافت، وبتكون لسه محتاجة ما بتكون مشيت للشخصية المفروض تمشي ليها، وبالتالي انت هتنتظر لغاية ما تجي تعمل لها finalization later on. انا ما هعمل لها submission طبعا، لكن بس هرجع بكل الداشبورد تاني. Would you like to discard? Yes.